الحملة الترويجية اللي بتشتغل عليها حالياً وزارة السياحة، إيه أبرز ملامح الحملة دي وإيه اللي أنتوا كنتوا عايزين تستهدفوه أصلاً منها؟ إحنا الهدف منه الأساسي توعية الجست اللي ما عندوش أو الضيف أو اللي هيجي مصر ومعلوماته بسيطة عن مصر. يعني مثلاً كان في ناس فاكرة مصر أهرامته بس. لا، إحنا عملنا وعي، والأفلام اللي شغالة أو الصور اللي بتنزل دي الناس بتبص بتتفرج بتشوف بتلاقي فيه كذا حاجة في مصر. يعني أول حاجة الأفلام الوثائقية اللي بتتعرض. بالظبط، إحنا عندنا حاجة من أجمل وأروع وأقوى سياحة في العالم، السياحة العلاجية. سيوة والدفن في الرمل، الناس بدأت تعرف، الأعداد بدأت تتدفق، سيزون بتاعها اليومين دول في الفترة دي، فالناس بدأت تعرف إن إحنا عندنا مرسى علم، الجمال بتاع المية والدرافيل بتعوم والترترز السحلفة في المية، الناس لما بتعوم جنب الحاجات دي أدي دي كده حاجة تانية. فبدأ يبقى فيه وعي، اللي جاي مصر مش أهرامات بس، لا، في حاجات تانية كتيرة. فأصبح بدل عدد الليالي ما كان 3 بقى 10، بدل ما 10 بقى 15، فبدأ يبقى فيه وعي. إذن الحملة بتأدي إلى زيادة التوعية عند اللي عنده وعي وتوعية اللي بدون وعي. يعني احنا بنتكلم على التوعية، فبدأنا نشوف الأفلام الوثائقية اللي بتعرض زي في ميدان التايمز، ايه كمان ممكن نشوفها يعني من ضمن السبل الجديدة للتسويق؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عليها عامل قوي جدا، الجيل اللي طالع والسوشيال ميديا وكذا حاجة بتساعد برضو. ان يعني النهاردة احنا كلمنا في اول الكلام قلنا تريب ادفايزر، تريب ادفايزر ده سوشيال ميديا بيحط خبرات المسافرين إلى الأماكن والمقاصد السياحية. كتب قال لك مصر، القاهرة والأقصر من أقوى 22 دولة. طب هو اختارهم بناء على إيه؟ على المقابلة وعلى الجو وعلى الزيارة وعلى مقابلة الشعب. الشعب المصري شعب ترحاب جدا، يعني يرحب جدا بأي جنسية، وحلو قوي لما يبقى يعني عايز أحرك. يعني انا كتير جدا بكون ماشي مثلا في خان خليلي الاقيهم بيعرفوا جنسيه الجست او الضيف الماشي ده من غير ما حد يقول لهم، وبيكلموا لغته، يديله كلمه من لغته كده. فهو الضيف يعني بيستغرب، الناس بيقدروا يعرفوا جنسيتهم بدون اي كلام، بدون اي سابق معرفه. شعب ترحاب، اتفضل اشرب شاي ويحكي له على الشاي. فالحمد لله يعني عندنا عوامل طبيعيه كتيره بالاضافه للشعب المصري.